الخميس السادس من أكتوبر 2022، مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم: اليونان تهدد باستخدام القوة بسبب الاتفاقية الليبية التركية، ودبيبة يقول أن هذه المواقف لا تهمه. وتعرف معنا اليوم على الكلفة الباهظة التي دفعتها ليبيا بسبب الحرب. والبداية كالعادة تكون مع فريق صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار ينضم إلينا مباشرة من طرابلس الزميل وائل أحمد. وائل، مساء النور ومرحبا بك. مساء النور وفعلا بك، وأهلا بمشاهدي الوسط. أهلا بك وائل. إذن كالعادة تأخذنا لجولة في أبرز المقالات التي تناولتها صحيفة صدى الاقتصادية. وبداية وائل، تحصلتم في صحيفة صدى على نسخة من تقرير مصرف ليبيا المركزي حيال استخدامات المصارف للنقد الأجنبي. لو تقدم لنا بعض الأرقام وائل. نعم، أرقام كثيرة احتوى هذا التقرير، حيث بداية تحدث عن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، وبلغ تحديدا 17 مليون دولار و800 ألف مقابل أكثر من 18 مليون دولار خلال نفس هذه الفترة من العام الماضي 2021، بانخفاض قدره 241 مليون دولار. تحدث أيضا عن إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة من 1/1 من بداية العام إلى 30 من شهر سبتمبر، والتي بلغت 11 مليون و957 ألف دولار، وهذا مقابل 14 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا بانخفاض نحو 2 مليون دولار. وهذه هي أبرز ما احتواه هذا التقرير خلال هذه الفترة. نعم. من العام 2022 ومقارنتها مع العام الماضي. نواصل معك وائل، حيث كشف موقع إيتاميل رادار الإيطالي أن البحرية الإيطالية مستعدة لحماية المنشآت النفطية التي تنقل الغاز إلى إيطاليا بعد الهجمات على خط أنابيب نورد ستريم في البحر الأسود. لو توضح لنا ذلك وائل. نعم، الموقع ذكر أن هناك ثلاثة خطوط أنابيب تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية، وهي خط أنابيب الغاز ترانسميد اللي هو من الجزائر عبر تونس إلى جزيرة صقلية ثم إلى البر الإيطالي. كذلك سيتم حماية خط أنابيب جرين ستريم الثاني المتصل بليبيا، بينما الثالث الذي يؤمن الغاز إلى أوروبا الشرقية ويمر على سواحل إيطاليا وألبانيا كذلك سوف يوضع تحت الحماية. بحسب هذا الموقع تتحرك القطع البحرية الإيطالية في عدة اتجاهات لحماية هذه البنية التحتية المختلفة لنقل الغاز عن طريق البحر، وسيتم نشر فرقاطات وطائرات في قاعدة سيغونيلا بجزيرة صقلية وفقا للموقع. نعم، كذلك تحصلتم وائل على مراسلة مقرر المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إلى وزير النفط، وذلك لعقد الاجتماع الأول لمجلس شؤون الطاقة. ماذا في بنود الاجتماع الأول للمجلس وائل؟ نعم، هذا البنود أو هذا الاجتماع المتعلق بمجلس شؤون الطاقة يتضمن جدول أعمال، أوله الموافقة على تنازل شركة بي بي لجزء من حصتها لصالح شركة إيني الإيطالية، وكذلك مصفات راس لانوف والمجمع الصناعي الخيرات متاحة، وأيضا الموافقة على تمديد العمر القانوني لشركة الواحة للنفط والميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء، وهناك أعمال أخرى سوف يعني تناقش في هذا الاجتماع بما يستجد. نعم وائل، مقال للخبير النفطي عثمان الحذيري تحت عنوان بطلان قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة رقم 790 لعام 2022، لو تذكر لنا أبرز ما جاء في هذا المقال. نعم، في هذا المقال السيد الحذيري يقول أن قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة في وفق الرقم 790 لسنة 2022 يعد باطل بحسب ما قاله السيد الحضيري. القرار يعتبر فيه السيد الحضيري هدف سلب اختصاصات وزارة النفط ومؤسسة
المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا تمهيدا لتمكين الفساد أكثر في القطاع بحسب تصريحات السيد الحضيري. هناك مآخذ يراها السيد الحضيري في هذا المجلس، وهو أنه قد تحول إلى سلطة تنفيذية بدلا من الاستشارية التي وضعت من أجله أو وضع من أجل هذا المجلس. كذلك استحوذ على اختصاصات مقررة بقوانين النفط وقوانين إنشاء مؤسسة النفط وقانون 10 للعام 79 بشأن إعادة تنظيمها، وأضاف أن هذا لا يجوز لا قانونا ولا عرفا، واعتبرها حيل وآليات بائسة للانقضاض على هذا القطاع، القطاع النفطي الليبي، بحسب قول السيد. شكرا لك زميل وائل أحمد على هذه الجولة الإخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية. نواصل معكم متابعينا ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. تفاصيل صرف المنحة الدراسية لطلبات الجامعات. بسبب الاتفاقية الليبية التركية، اليونان تهدد باستخدام القوة. والتفاهم الليبي التركي يثير انقساما بين خبراء الاقتصاد. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران الجيب خلال كلمة له، استعرض تفاصيل صرف المنحة الدراسية لطلبة الجامعات، موعد صرفها ومجهودات الوزارة لتوفيرها لكل الطلبة. لتنفيذ منحة الطلاب وعودة الحياة بشكل منضبط، غير خارج، معنى يعني خارج إطار ما يشوبه من شبهات وقيم وفوضى، احنا في المرة هذه خصصنا حساب خاص لمنحة الطلاب لأول مرة، يعني فتحنا حساب خاص تبع وزارة التعليم العالي لمنحة الطلاب. وهذا الحساب الفكرة متاعه باش يدار بشكل جيد ان احنا حنحطه فيه مبالغ، وتم الآن يعني وصول المبالغ إلى وزارة التعليم تقريبا في المصرف المركزي لحد هذه اللحظة، وإن شاء الله يعني خلال يومين تكون في حسابات الوزارة. هذا الحساب إن احنا بنحط فيه المبالغ وهو خاص بمنحة الطلاب، يعني فلوس الطلاب ما يتخلطوش مع أي فلوس تانية أو أبواب أو حسابات أخرى للتعليم أو الجامعات. الطلاب الإعلان هذا اليوم إن احنا حتى توجيهات رئيس الحكومة أنها تعطى لجميع الطلاب. يعني في الأول قلنا اللي عندهم يعني في اللي ياخذ في ضمان وفي اللي ياخذ في مساعده وفي اللي ياخذ في كذا، ولكن نحن اليوم حنعطوها لجميع الطلاب، يعني هي مساعده وتشجيع لعام دراسي جديد. كما ان هذا الحساب ربما يكون في بعض مبالغ بتزيد. احنا كل طالب بيدخل يسجل ويدخل عن طريق المنظومه الموحده اللي فيها رقم الاكاديمي الموحد في ليبيا، حتصرف له بطاقه، حتى اللي بيسجلوا جد او ماخذوش او قاعدين ما استكملوش فلوسك موجودات. هذا المهم يعني لنا شكل يعني بطريقه منظمه مع زي قبل. نفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، نفت ما نسب إلى مدير مكتب الأعلام بالوزارة من تصريحات بخصوص تعرقل منحة الزوجة والأولاد. وأكدت الوزارة في بيان لها، أكدت حرص حكومة الوحدة الوطنية على صرف كامل مستحقات مواطنيها كما وعدتهم دون تأخير بحسب قولها. وأوضحت الوزارة أنه يأتي على رأس أولوياتها منحة الزوجة والأولاد التي استأنفت حكومة الوحدة الوطنية صرفها بعد توقف دام لسنتين بسبب ما وصفته بعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها وفقا لنص البيان. في ملف آخر، أكدت اليونان أكدت استعدادها لاستخدام كل قوتها الدبلوماسية والعسكرية للدفاع عن سيادتها ضد ما تسمت به أعمال عدائية لتركيا، وذلك عقب توقيعها للاتفاقية مع ليبيا. وأوضح رئيس الوزراء اليوناني في كلمة له أمام برلمان بلاده أن أثينا وحلفائها الدبلوماسيين الأقوياء مستعدون للدفاع عن حدود اليونان المائية، وأشار إلى أن مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى يستعدون لزيارة دول الشرق الأوسط لبحث مستقبل هذه الاتفاقية. وسبقت كلمة رئيس الوزراء اليوناني تصريحات من الخارجية التركية أكدت فيها عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالنسبة لأنقرة.
من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قال أن هناك دول عارضت الاتفاقية مع تركيا وأن رأي تلك الدول لا يهمه وما يهمه فقط هو الوطن والشعب، مضيفا أن المشكلة مع اليونان بخصوص المياه الإقليمية سيتم حلها عبر المحاكم الدولية ولن نتنازل عن حقنا وفق قوله. أنا بصراحة في دول عارضت هذه الاتفاقية، أنا والله ما تهمني حاجة، هنقول لكم هذه الدول لا تهمني رأيها ولا شو يقولوا في هذه الاتفاقية ولا في غيرها، أنا يهمني أبناء هذا الوطن إن هم يفهموا ماذا يفعل عبد الحميد ولا ماذا تفعل هذه الحكومة، وهذا هو بشكل أو بآخر بلدي ووطني وشعبي هو اللي يهمني، وأن يهمني أي واحد مواطن يبي يسأل سؤال ويتوق للإجابة الحقيقية أنا بنجاوبه ومستعد نمشي له حتى في بيته ونعطيه هذه المعلومة. وتركيا هي واحدة من الدول اللي في العالم نتعاون معها، تركيا ونتعاون مع كل الدول مع كل ما هيش مختصة باتفاقية معينة ولا ببرنامج معين ولا بشيء، وهذه من حقنا ومن حق أي حكومة أن هي توقع مذكرات تفاهم باش تقدر التعاون لصالح بلدانهم، كل بلد يرى في مصالحه ودائما تتلاقى إرادة مصالح البلدان مع بعضهم ونتفاهم، وهيك الناس تخدم وهيك العالم والدولة كيف تمشي. جدل واسع في صفوف خبراء الاقتصاد أثاره التفاهم الليبي التركي على التنقيب عن النفط والغاز، فهل يكون هذا بابا لاستكشاف ثروات طاقية جديدة أم شرارة للنزاع؟ التفاصيل في هذا التقرير. مذكرة تفاهم أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا للتنقيب على النفط والغاز في إطار دعم مشاريع الاستكشافات الهيدروكربونية أثارت جدلاً واسعاً في صفوف خبراء الاقتصاد الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، فبينما يقول محللون إن هذه الاتفاقية ستكون لصالح الدولة الليبية وستدر على الخزينة العامة بعوائد مالية هامة، يرى آخرون أن هذه المذكرة لن يكون لها أي تأثير اقتصادي فعلي، بل قد تفتح مشاكل عدة مع بعض الدول. وفي سياق متصل كتب المحلل الاقتصادي محسن دريج على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخلافات على الحدود البحرية تفصل فيها محكمة العدل الدولية إذا اتفق الأطراف على الرجوع لها، مضيفا أن حدود المنطقة الاقتصادية الليبية حسمت مع تونس ومالطا ولا تزال غير محددة مع إيطاليا واليونان ومصر. كما أكد دريجة أنه ما لم تصل ليبيا لاتفاق حول الحدود البحرية مع الدول التي لم تتفق معها بعد فلا مفر من الذهاب لمحكمة العدل الدولية. فهل تنجح ليبيا في استكشاف موارد طاقية جديدة أم أنها ستنشغل بقضايا إعادة ترسيم حدودها الاقتصادية؟ ملف نناقش تفاصيله مع الدكتور علي الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي. دكتور علي مساء الخير ومرحبا بك معنا في اقتصاد بلس. أهلا بك دكتور. إذن نتحدث اليوم عن هذه الاتفاقية أو ما سمي بمذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا. كما كنت تستمع للتقرير هناك تباين في الآراء بين الخبراء الاقتصاديين، لو توضح لنا موقفك دكتور من هذه الاتفاقية. طبعا هي الاتفاقية الحقيقة التوقيت اللي جات فيه والظروف اللي جات فيه يعني سببت مشاكل كبيره داخل الدوله الليبيه اللي احنا كنا نتمنى انها ترجع وتتلائم مع بعضها ويعني تتوحد الدوله بالكامل، لكن عندما يعني حكومه مكلفه لفتره معينه اللي هي الاشراف على الانتخابات فقط ولفتره وجيزه تقوم باتفاق توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم كل ما حدثوا، هذا ليس باختصاص هذه الحكومه بغض النظر على ايجابيات هذه الاتفاقيه او مذكره التفاهم. طبعا بالاضافه الى ان هناك اشكاليه قانونيه، هل مذكره التفاهم تعتبر مثلا اتفاقيه ام غير ذلك؟ الاشكاليه الثالثه هل يعني عدم اعتمادها مجلس النواب هل هو عائق ام يمكن تمريرها مثل ما حصل في الاتفاقيه السابقه في فتره حكومه السراج؟ نحن نعلم ان تركيا الان تعاني من ازمه في الطاقه، لديها عجز في ميزان المدفوعات او الميزان التجاري بسبب العجز في الطاقة. تركيا الآن تستورد في الطاقة بشكل كبير جدا ولديها عجز من فترة ليست بالقصيرة بسبب استيرادها للطاقة وعدم إنتاج الطاقة داخل تركيا.
هذا في فتره لما كانت اسعار النفط منخفضه نسبيا، فما بالك اليوم بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وارتفاع اسعار الطاقه واسعار النفط، حصلت هزه كبيره طبعا في دول كثيره في اوروبا، وتركيا ليست يعني ببعيده عن هذه الهزه، فهي يعني اخذت نصيبها وربما تفاقم العجز لديها. طيب دكتور علي، لو سمحت دكتور، لو توضح لنا بالتحديد هذه الاتفاقيه الى اي مدى يمكن ان تعود بالنفع على الجانب الليبي؟ والله طبعا هي العمليه تبدا، هي اتفاقيه الان اتفاقيه اطاريه عامه، يعني يبدو ان ما فيهاش، لما ندخل في التفاصيل ممكن نعرف هل يمكن، طبعا بكل تاكيد ليبيا ربما تتحصل على فائده، لكن ما هو حجم الفائده؟ نحن طبعا نحاول نعظم المنفعه، نحن الان كل دوله تحاول ان تعظم المنفعه وتقلل التكلفه. ليبيا الان ربما تتحصل على عوائد، ولكن هل هي في القيمه العليا؟ هل تستطيع ليبيا في الاتفاقيه مع تركيا ان تعظم منفعه هذا الاستثمار اللي يعني يود يعني ممكن مشاركه تركيا فيه، ام ان ليبيا سوف تاخذ جزء بسيط من هذه المنفعه؟ لان تركيا طبعا حتكون لديها منفعه كبيره بكل تاكيد، لان ليبيا الان في حاجه، تركيا بحاجه الى الطاقه بشكل كبير جدا، بعكس ليبيا. ليبيا الان هي دوله منتجه للنفط ودوله منتجه للغاز، وليست لديها عجز بالطاقه، هي تصدر يعني كميه لا باس بها من النفط، وكذلك تصدر بجزئيه بسيطه من الغاز، ولديها احتياجيات كبيره من الغاز ومن النفط. طيب دكتور علي، طيب دكتور، ما هو موقفك من المواقف الدولية، مثال اليونان، تحدثنا منذ قليل عن اليونان التي وصلت للتهديد باستخدام القوة في هذا الإطار؟ طبعا هو الإشكالية ان طبعا نحن نعلم عملية المشاطعة، هل ليبيا فعلا مشاطعة لتركيا؟ طبعا هذا سؤال يعني مهم، وتم يعني مناقشته بشكل كبير في الاتفاقية السابقة. اليونان طبعا بتقول لك انا من حقها، لان جزيره كريت هي المشاطئه، لو خذينا الخطوط العموديه وقسمنا المياه بين في هذه المسافه، فنجد ربما ان اليونان او جزيره كريت ربما تكون هي المشاطئه وليست تركيا. لهذا اليونان طبعا ترى ما لم يتم ترسيم الحدود بطريقه صحيحه، اذا هناك اشكاليه، فسوف تحرم اليونان من جزء من الموارد، او كذلك مصر بكل تاكيد. هذه الدول يعني حتى الفتره اللي فاتت يعني تم اجراء تكتل غاز جديد، وكان مقره في القاهره على غرار منظمه اوبك. طبعا هذا كله رد فعل الاتفاقيه الليبيه التركيه خلال الفتره الماضيه، وبالتالي اليونان يعني تهدد، لانها تعي معرضه لصالحها الخطر لهذا الملف بالتحديد. نعم، شكرا لك الدكتور علي الشريف، شكرا على تدخلك معنا. اذا نواصل معكم مشاهدينا ونمر الى موضوع اخر، حيث قالت تقارير دوليه، قالت أن الاقتصاد الليبي يتكبد خسائر سنوية ضخمة، بعضها بسبب سيل من التدفقات المالية غير المشروعة التي تتم خارج سيطرة البنك المركزي، وهو ما يسلط الضوء على كلفة الفوضى والحرب، ويؤشر لما يمكن أن تجنيه البلاد في حال استتباب الأمن والاستقرار. وكشف مركز أوراسيا ريفيو للدراسات والبحوث الأمريكي في تقرير حديث لها عن ليبيا أن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر ب 1.2 مليار دولار، وذلك بسبب عصابات تهريب المهاجرين التي تجني سنويا حوالي 236 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الشاسعة لليبيا. وأكد المركز أن تهريب النفط يشكل 20% من دخل الميليشيات، مشيرا إلى أن جزءا من النفط الليبي تقدر قيمته بين 750 مليون ومليار دولار يتم تهريبه سنويا إلى مالطا. واستطرد التقرير في هذه الوقائع، أضاف نفس المصدر، أن الشرطة الإيطالية اكتشفت في 2017 أن مجموعة كانت تقوم بتهريب الوقود بشبكة مافيا إيطالية، وباعت ما لا يقل عن 30 مليون يورو من ديزل في محطات الوقود الأوروبية. وفي إطار القطاع المصرفي، تحدث المركز الأمريكي عن تحويلات تتم خارج سيطرة مصرف ليبيا المركزي قدرها 10% من التحويلات العامة تتم بوسائل غير مشروعة من خلال غسيل الأموال وإصدار فواتير مزورة لعملات التجارة الخارجية.
وفي تقريره السنوي لعام 2021 تحدث البنك الدولي عن تكلفة باهظة للاقتصاد الليبي بسبب الحصار والصراع المستمر لسنوات تسبب في أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة، وخفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، وهو أسوأ أداء منذ اندلاع الصراع الأخير. ومن أبرز تأثيرات هذا الأداء السيء للاقتصاد الليبي معاناة ثلث سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي ومن ارتفاع سعر الحد الأدنى للإنفاق على سلات الغذاء ب 16% منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وفق أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي. وقال التقرير أيضا أن 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي، وأن سعر سلة الغذاء زاد بنحو 164 دولارا منذ فبراير الماضي. ويقدر برنامج الأغذية العالمي عدد الليبيين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 1,300,000 شخص. وفي المقابل تحدث المركز في تقديراته عن مكاسب اقتصادية وصفها بالكبيرة للسلم في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار وفقا لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وذلك بعنوان السلام في ليبيا فوائد لدول الجوار والعالم. كما أشارت مشاهدينا تقديرات صادرة عن البنك الدولي أنه في حال تحقيق العملية السياسية تقدما إيجابيا وبقي الوضع مستقرا ستواصل ليبيا مسارها نحو التعافي الاقتصادي. وحسب تلك التوقعات الصادرة في العام الماضي فإنه فور إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة واستمر إنتاج النفط ستسجل ليبيا معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 78.2%. وفي نفس الإطار تذهب دراسة صادرة عن منظمة الإسكوا تابعة للأمم المتحدة إلى أن حجم الزيادة في الناتج القومي الخام جراء السلام في ليبيا سيصل بمعدل سنوي يقدر ب 3.8% خلال السنوات الخمس القادمة، أي من 2021 إلى 2025 حوالي 9.7 مليار دولار. إذن مشاهدينا كانت هذه جولتنا الإخبارية لليوم، فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. حتى هي 150 كانت 240 كانت 200 سبارك هو حتى هي 200 ودي حتى هو 150 تخفيضها كان 240 ضاع تركيا بالحزام تاعها كثيرية بنات يطلبوا فاي طبعا متوفر منها الوان عندنا الموديل هذا تو موديل تركي مقاساته جنينة 150 تخفيضها كانت 240 يعني عندنا هيك الوان صفية في منها بتسعين عندنا هيك بنتين حتين الموديل التركي مقاساتها جنينة 150 تخفيضها كانت 240 تو موديل تركي مقاساتها جنينة 150 تخفيضها كانت 240
والوقت سافا باهي باهي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل معكم اقتصاد بلس ونأخذكم إلى فقرتنا الموالية الأسعار. وفي التقرير الموالي تجدون أبرز الأسعار المتداولة لليوم. وهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، هذه أجمل تحيات وفترة بلسي.